بسم الله الرحمن الرحيم. باقية ولا إنها خلاص إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولاي صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله. بعد تقديم ما يليق بمقامكم الشريف من فروض الطاعة والولاء، يتشرف خادمكم الأعتاب الشريفة رئيس جماعة بني نصار أصالة عن نفسه والنيابة عن كافة أعضاء المجلس الجماعي وعن ساكنة الجماعة بمناسبة انتخاب رئيس المجلس الجماعي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، بأن يرفع بكل إخلاص وإكبار إلى مقامكم العالي بالله أجمل الآيات والولاء والإخلاص المشبوعة بصدق المحبة والوفاء إلى جانبكم الشريف، مبتهلين إلى العلي القدير أن يمتع جلالتكم بالوفور الصحة والعافية وطول العمر، معربين لجلالتكم عن تعلقنا الدائم والمتين بأهداف العرش العلوي المجيد، معتزين بجهود التنمية التي تحققت ولا زالت تحقق على أيديكم الكريمتين بما رسمتموهما يا مولاي من نموذج تنموي يعزز التضامن الاجتماعي هو من تنمية مستدامة تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة ومن الحكامة الجيدة لما يخدم مصالح عايا جلالتكم الكريمة. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به ذكر الحكيم وأبقاكم فقرا وملاذا لشعبكم الوجيه ومتعكم بدوام الصحة والعافية والعمر، وقر عينكم بولي العهد صاحب الجلال صاحب السمو الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزركم جلالتكم بشقيقكم صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي لله ورحمته تعالى وبركاته. حررت ببني نصار بتاريخ 12/0/1443 موافق 20/6/2021 خادم الأعتاب الشريفة السيد عبد الحليم قطان رئيس جماعة بني نصار. اسمح لي الصحافه
هشام الحموتي هشام فكري اللي صوتوا على سي هشام فكري كاين ابتسام الحموتي سهيلة طلب هشام فكري الحموتي مجدولي هشام فكري ناصر سمرة سارة هشام الفكري كاميليا بن علي هشام الفكري بن علي جمال هشام الفكري فايزة أعراب هشام الفكري العيساوي ميمون هشام الفكري محمد الفونتي هشام الفكري عبد القادر الشو هشام الفكري مصطفى بروه هشام الفكري وعلي ادريس هشام الفكري سفيان بدشيش هشام الفكري محمد بن علي هشام الفكري الفكري هشام هشام الفكري هذا نسبه جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 جماعة بني سار السيد عبد الحليم فطرت جمعتي كل شيء وكذا واخا هزلي لي اللي صوت فقط على الحليف عزف عزف السيد رئيس الجلسه اللي صوت على الحليف فقط جوج ثلاثة كم غادي ندير بالاسم الاسم عبد السي محمد حسين عبد الحليم فوطات عبد السي محمد مسجفين كان حسين لا عبد الحليم فوطات عبد الحليم فوطات لا اسم بس الاسماء الاسماء اسماء الناس غادي نعاود نشوف نول هدى فكري عبد الحليم فطر بلال اسماء عبد الحليم فطر رامي محمدي عبد الحليم فطر بركان عمر عبد الحليم فطر الرئيس إبراهيم عبد الحليم فوتات عمار أعاس عبد الحليم فوتات فؤاد سقساق عبد الحليم فوتات أهلان محمد عبد الحليم فوتات فوز عرب عبد الحليم فوتات عبد الحليم فوتات عبد الحليم فوتات نواري جيمي عبد الحليم فوتات الفارسية العاطفة الفارسي عبد الحليم فوتات الشاوي سناء عبد الحليم فوتات
عبد الحميد عقيد، عبد الحليم فوتات، غزلان بن علي، عبد الحليم فوتات، محمد الصغير، عبد الحليم فوتات. من طرف المواطنين خلال الاستحقاقات التي عرفتها بلادنا بتاريخ 8/9/2021. حضرات السيدات والسادة، استنادا إلى مقتضيات المواد 10، 12، 13، 17، و23 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وبناء على الدعوة الموجهة من طرف السيد عامل إقليم ناظور، ستخصص هذه الجلسة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه. في البداية نمر إلى النقطة المتعلقة بانتخاب الرئيس حسب ترشح هذا المنصب. كل من السيد عبد الحليم فوتات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سيد هشام الفكري عن حزب الحركة الشعبية. نطلب من السلطة المحلية إجراء الفرعة لترتيب المرشحين وإعداد أوراق التصويت. عفوا لا تحتاج مسألة هذا الترشيح في مخصص ترشيح اللائحة، لا تحتاج الفرعة على اعتبار أنه الذي حاز على ذلك المقاعد الوحيدة في الأرض، حاز على 7 المقاعد فيما يخص الجزء الأول، 5 مقاعد وجزء الثاني 2 مقاعد، وبالتالي فالمسألة تحتاج إلى قرعة، فينبغي الأخذ بالترتيب المعتمد على مستوى العمالة. بالتالي السيد عبد الحليم فوتات هو على رأس اللائحة في الترشيحات، ومن براه أبين مباشرة السيد هشام الفكري. شكرا. الانتخاب او من له احقيه الانتخاب، يعني اللي خارج ارض الوطن مقيمين خارج الوطن راه يعني فيهم اختيار ديال انهم ما خصهمش يكونوا رئيس ونواب. فقط غير نذكر بها واضح العمليه اللي كتاثرها في نهايه المطاف من نصوص القانون الممول هي 10/12 اللي ورد الذكر ديالها، 3/17/23 كتبقى لك مثلا النصاب القانون 49، كتبقى مثلا الماده 6 اللي كتاكد سوء العمل، وان كان المواد اللي كتاثر على انتخاب رئيس ونائبه ومسؤول عليه كاتب المجلس ونائبه هي المواد اللي هو الذكر ديالها. نتوكل الله السيد رئيس الجلسه على الافتتاح ديالها، ونتوكل الله باش يكون متعين، لان باقي قدامنا الانتخابات ديال الناس. تفضل السيد. Thank you.
وأنا أشكر جميع الإخوان للأغلبية وللمعارضة والإخوان الذي ساندوني ومروا ببعض لحظات حرجة، ولكن إلا بغاو يديروا الرئيس ديالهم في السوق ومروا بأوقات حرجة، والحمد لله الإخوان حنا يد في يد غادي نخدموها في إنصار للمعارضة للأغلبية. حاليا بعد فوطات كتعرفوه هو ديما ما كيديرش المعارضه، كيحاول يدير الخلاف باش نخدموا هذه المدينه الحبيبه. وهذه المدينه راه خدمناها واحد 6 سنين، وهذا المواطنين اللي عطيهم الجهاز راه دار فينا الثقه وعطاونا الاصوات ديالهم، واخا ما نعرفوهمش. دابا ما تقدرش تجمع انت 2600 ولا 2200، الحمد لله داروا فينا الثقه وحنا ما خرجناش كاع ندقوا عليهم. دابا خصنا نخدموهم ليل نهار وما نقولوش اح. وشكرا للجميع وشكرا للصحافه اللي سهرت على تتبع هذه العمليه قبلها او بعدها، واشكر الجميع كل من ساند من بعيد ومن قريب لانجاح هذه العمليه، واشكر السلطه المحليه على راسها السيد الباشا الذي اشرف منذ بدايه هذه العمليه الانتخابات منذ شهر، وهو يمكن كينعس 9 ولا ما ينعسهاش، والاخت اللطيفه ورده اسمون على مسمى. وشكرا للجميع، والان نمر لانتخاب اعضاء نمر لانتخاب النواب الرئيس. كما تعلمون حنا راه عندنا 5 الاخوات اللي ترشحوا معنا، راه عينا معاهم باش يدخلوا معنا ولو واحده في هذا المكتب، ولكن كل وحده عندها المبرر ديالها. الاخت عواطف واش كتقولي؟ الأخت الأخت دي عندها راه كدير ماستر في وجدة. الأخت طالبة جامعية في مراكش، هذا خصو يدوي المحضر سيد الباشا، هذا خصو يدوي المحضر. زعما حنايا على الفتيات ما بغاوش يدخلوا معنا، دابا كان عاد حالي
قولوا حتى واش كان الموضوع توضيح الله يخليكم المدرسة الله يخليكم المدرسة الله يخليكم المدرسة 17 من القناة التنظيمية ديال الجماعات كتلاحظ على أنه ضروري تكون تمثيلية الله يخليكم كتلاحظ على أنها تكون تمثيلية ديال التولد ديال النساء فيما يخص الورود ديال السيد رئيس المجلس وبالتالي حنا المقتضى القانوني كيتكلم على أنه في الولاية لا ماشي هي إلزامية 100% حنا بالنسبة لنا يحاول السيد الرئيس يحدد شكون من معنية الأمر ونسمعوا بأنهم هما رفضوا هذه التمثيلية وغنشيروا لها حنا في المحضر ديالنا. أسندت لهم من طرف السيد الرئيس طبقا للمادة المكتوبة على 17 حيث تمثيلية ديال التولد إلا أنهما رفضتا التمثيل الشيء اللي راه في المحضر على أساس باش غادي يرجعوا في التولد إلا أن النسق العالمي. نور الهدى حاليا كنكمل الدراسة ديالي في عند مصر عندي التزامات ديالي فأنا كذلك كطالبة جامعية ما يكونش فيها وشكرا والآن أتلو عليكم لائحة تشكر كتير ترشحين لي هذا كتير ترشحين السنة الفارسية هو نور واش غيزدان ولا نور الهدى ملي كتعطيكم لي في طرق هذيك التوت ورضا الله يعطيك بخير بانه فارسيه ونور الهدى رفضتها سيرتو هما اللي غيدو هكذا فهمتي بلا جنب والان اتلو عليكم لائحه للنواب رئيس مجلس البلد السيد محمد اهلا النائب الاول السيد محمد الصغير النائب الثاني السيد سقسق فؤاد النائب الثالث السيد عبد الحميد عقيد النائب الرابع السيد أعراب وعاس أعمار وعاس النائب الخامس السيد عمر بركان النائب السادس كاتب المجلس ونائبه ولكن هذا العمليه كتمر وحده مرة وحده غادي كل وحده منفرده غادي ندوزو دابا كاتب المجلس واش دابا نديرو عطيني الوراق كاتب المجلس بوحده غادي نديرو الوراق كامله عند الشرح الثاني غادي شكون المرشح اللي كتقترح مرشحها الكاتب المجلس هي اسماء بلال شخص واحد شخص واحد هاي واسماء بلال غنديرو الاعداد عاوتاني الوقت يتبقى التصويت غادي نعاود نديرو ورقة التصويت عاوتاني ونصور من الاخوان ويعاودو صورتو ويخصو يديرو التحسين ويديرو التحسين واضح غير ان الفرق فين كاين فيما يخص الشق الاول كانت الاغلبيه المطلقه الاعضاء المسؤولين عنهم فيما يخص الكاتب ديال المجلس والنائب ديالو هادو كيكون الاغلبيه النسبيه الاعضاء الحاضرين هذا هو اللي كاين يعني الاغلبيه النسبيه فقط كافيه بالنسبه لانه تم الترشيح ديالو كسميتو كفائز واضح وردة وجد الله ورقة إثبات التصويت غزلان أسماء بلال ورقة التصويت هو إثبات التصويت العالمي
مكتب كتل البشرية شغال على الستوب ضروري اشتراك قش عشبين حنهار ما تقعدش الله العظيم طوال زينة تبقى القزو 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 ما صاحبي عمر بركان على عبد الحليم فوطر لا احد يلعب عبد الحليم فوطر محمد اهلال عبد الحليم فوطر عمر وعاس عبد الحليم فوطر الرئيس ابراهيم عبد الحليم فوطر وانا ترحموا على السي محمد الرئيس شكين كان غادي يحضر معنا شاءت الاقدار انت جيت والان له الخلف خلف من احسن خلف يعني السلف والسي ابراهيم سقسع السي ابراهيم الرئيس عبد الحليم فوطات سقسع فؤاد فؤاد اعراب عبد الحليم فوطات عبد فواز اعراب عبد الحليم فوطات دواري جيمي الرامي محمدي عبد الحليم فوطات عبد الحميد عقيد عبد الحليم فوطات محمد الصغير عبد الحليم فوطات عبد الحليم فوطات عبد الحليم فوطات فكري نور الهدى حليم فوطات عبد الحليم غزلان بن علي عبد الحليم فوطات الفارسية العاطفية الفارسية عبد الحليم فوطات الشاوي سيناء عبد الحليم فوطات بلال أسماء عبد الحليم فوطات جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 16 لقد صوت أغلبية الأعضاء المزاولين على اللائحة التي قدمها الرئيس عبد الحليم فوطات ونهنئكم لكن هذا المدى لا في الأرض 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 لا في الأ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجع